إذن مشاهدي قناة شوف تي في، تحية للجميع مشاهدينا مباشرة من ضواحي أزيلال وبالضبط من بوغماز، أيت بوغماز. اليوم كتعرف قافلة خيرية، يعني كتنظمها جمعية خيرية اللي جاتنا من مدينة بني ملال. غادي تبقاو معنا مشاهدينا، غادي نقربكم أكثر من هذه القافلة، يعني هذا العمل الخيري والإنساني. وغادي نشوفوا اليوم أيت بوغماز، يعني أيت بوغماز اللي كتحتضن هذه القافلة الخيرية، مجموعة ديال كنشوفوا هنا مؤسسة تعليمية جداريات، وكذلك مجموعة من الأغطية والملابس اللي غادي تسلم للوليدات هنا بهذه المنطقة. كنعرفوا أن العنوان ديال هذا يعني شتاء ساخن ديال هذه القافلة، احنا في موسم البرد أو موسم الثلوج، فغادي نخليكم مع أحد منظمي هذه القافلة اللي غيحكي لنا كيفاش جات الفكره. اليوم كنشوفوا يعني مجموعه من الشباب اللي كاين اعاده كما تنقولوا الترميم لهذه المؤسسه التعليميه اللي كتواجد بايت بوغماز، يعني جماعه تبانت. دنا تفضلي معنا اختي. السلام عليكم، انت مباشره على قناه شوف تي في. اليوم كنشوفوا النسخه الثانيه هذه القافله الخيريه اللي عنوانها شتاء ساخن. حكينا كيفاش جات الفكره، واليوم احنا كنشوفوا النسخه الثانيه ديال هذه السنه هذه. السلام عليكم بعدا، مرحبا بكم المتابعين ديال القناه ديال شوف تي في. معكم جمعيه فاعل الخير بني ملال. هذه النسخه الثانيه ديال شتاء ساخن، كانت مبادره في السنه اللي فاتت في تيزي نيسلي، استفدوا معنا واحد العدد اللي ما شاء الله ديال التلاميذ استفدوا من واحد الكسوه. كتكون مبادره عباره عن استفاده من الكسوه واصلاح للمدرسه، وتيكون واحد الجانب طبي، اما تيكون خاص بالطب العام ولا تيكون خاص بجانب العيون ولا هذه. درنا المبادره الاول، لقات واحد الاستحسان من التلاميذ، خصوصا ان هذه المنطقه الجبليه كتكون شويه الله يحسن العوان تيكون سميتو ديالهم ماديا شويه صعيب، بالتالي كنقولوا مرة يكونوا بحال هذه المساهمات هذو بحال هذه البادرات هذو كيكونوا مزيانين. من هنا كنبغي نشكر جميع الناس ما شاء الله المحسنين، ولا الناس اللي تعاونوا، ولا المؤسسات اللي شاركوا معنا في هذه الحفله في هذه الحمله هذه. تنوجه لهم الشكر بزاف من هذا المنبر هذا. إذن بالتوفيق إن شاء الله. كما كتابعوا معنا مشاهدي قناة شوف تي في، اليوم معنا واحد الفنانة نجمة سيتكم، الفنانة مونيا. مونيا أو فاتحة، الله يحفظك. تفضلي معنا الفنانة مونيا نجمة سيتكم، عرفناك مع كبور. احكي لنا اليوم، اليوم تنشوفوك في عمل خيري. أنا تواصلت معايا جمعية فاعل الخير عن طريق صحفية، تعرفت على البرنامج ديالهم وفرحت بزاف 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 أن كاين عندنا جمعية اللي كتشتغل بهذا الوفاء وبهذا الإنسانية. وبحال هذا النشاط ما يمكن لنا إلا نفرحوا معاه ونجيو نباركوه، وأنا حضوري هنايا راه إضافة ليا أنا، كيزرعوا فيك بصح حب ديال انك تعاون الناس ميم ما كتعرفهمش، تظاهره مهمه جدا. وانا هنا بالكاسكيطه ديال المواطنه المغربيه وبالكاسكيطه ديال الفنانه، بصح كيخصنا كاملين نخرطوا بحال هذه الانشطه، لان ملي كتشوف بحال هاد الشباب ما عندهم زعما كاين شي دخل او باغيين يربحوا شي حاجه من مورا هاد التظاهره، كيحاولوا يقلبوا على موارد ميم موارد محدوده مع المحسنين مع شراكات مع جمعيات وحدين اخرين، كيجيو بحال هاد الدور هكا بعيد ويعاونوا وليدات ويجيو المؤسسه تبارك الله ويحاولوا يجهزوها بهذا الكم ديال لي زارتيكل اللي جايبين. والله حتى شي حاجه كتبورج كتفرح بهذا الكم الزوين ديال الانسانيه. انت جيتي من بن سليمان لبني ملال وكشتي، انطلقنا من الربعه ديال الصباح، شنو الاحساس ديالك والمعاناه اللي شتي المعاناه ديال الطريق كيفاش توصلنا هنا من يعني من الربعه ديال الصباح حتى تقريبا للسبعه ديال الصباح؟ شوف السؤال الاول اللي جاني في بالي وانا شاده الطريق وكنشوف الفيراجات والبعد، هو شي حد الا مرض هنا كيفاش ممكن توصل ليه لومبيلونس؟ السؤال الاول اللي كنقول كيفاش، ما عرفتش التجهيزات هنا كيف دايره، واش عندهم سبيطار ولا لا؟ سولت على المدارس واش عندهم شي اعداديه ولا ليسي قريب للوليدات، فصراحه والله تباز لهم ان الطقس هنا صعيب، ما عرفاش هنا الاقتصاد كيف داير، زعما كاين واش كاين حركه اقتصادي ولا لا؟ سولت زعما كاين الناس مين كتعيش؟ قالوا لي هما معروفين بالزراعه ديال التفاح وديال القرقع، مي كوميم كتقول ان الظروف قاسيه صراحه صعيبه، حنايا الطريق محناتنا والبرد محنا، فما بالك
الناس اللي تاقلموا وعاشوا مع هذا. ربما وصلنا في الصباح وشفتي تقريبا راه كان البرد يعني واحد أربعة تحت الصفر تقريبا. صعيب سي با فاسيل. الله يعينهم صراحه وتبارك الله على هذه الجمعيه اللي جات تشارك معهم. وكنبغي نشكر كذلك المنابر الاعلاميه كامله اللي حضرت وثقل هذا النشاط، حيت بحال هذه الانشطه اللي كيخصهم الاشعاع، بحال هذه الانشطه اللي كيخصهم بصح يتسلط عليهم الضوء باش يتشجعوا جمعيات وحدين اخرين ويزيدوا يكثروا بحال هذه الانشطه. اذا تحيه ليك وتحيه للفنانه ديالنا مشاهدي قناه شوف تيفي كما كتابعوا معنا على المباشر، فتحيه لكل من ساهم بالقليل او الكثير في هذا العمل الانساني، هذا العمل الخيري كما كتابعوا معنا. فمجموعه ديال اجي قوي مصعب تفضل معنا خويا مصعب، انت احد منظمي هذه القافله الانسانيه او الخيريه. اليوم كنشوفكم بايت بوغماز للمره النسخه الثانيه اللي هي شتاء ساخن. حكينا كيفاش بدات الفكره بعد المرحله الاولى، احنا في المرحله الثانيه الان. اذا شكرا على المنبر الاعلامي ديالكم على التغطيه المباركه. شويه الصوت باش. شكرا لكم على التغطيه المباركه كمنبر اعلامي. اول حاجه اللي من هذا المنبر هذا كنبغي نشكر جميع الاخوان اللي هما الاعلاميين اللي جاوا حضروا معنا اليوم. فالحمد لله حنايا اليوم متواجدين كما ذكرتي في اللايف ديالكم انه في منطقه جماعه تبان في منطقه بوغماز. هذه الحمله هذه اللي كتاتي في اطار البرنامج التضامني ديال جمعيه فاعل خير بن ملال. هذه الجمعيه هذه منذ التاسيس ديالها 8 سنوات هذه تشتغل باش انه تكون هي صله وصل بين المحسنين وبين هذه المناطق النائيه هذه. فالحمد لله حنايا اليوم احسن رحال في هذه المنطقه على امل انه يكونوا ان شاء الله تعالى مناطق اخرى اللي غادي تستافد من هذه الحمله هذه. هذه الحمله هذه ديالنا فيها مجموعه ديال الامتيازات، فيها مجموعه ديال الانشطه اللي غادي يستافدوا منها الناس ديال هذا الدور هذا. انه وصلنا انه المفروض مشاركه ديال مجموعه ديال الجمعيات واسره الاغاثه اللي كانوا في فرنسا مشروع جناتي من الدنمارك، وكذلك ما ننساوش المؤسسه ديال يتامى الدنيا من انجلترا، وكذلك الجمعيه ديال جمعيه فاعل خير بن ملال. الحمد لله انه وصلنا انه نوفروا ازيد من 350 فيلا جديده اللي هي فيلا رياضيه جديده زائد سبادر جداد زائد كسيوات ديال البرد حوايج ديال البرد الخلانيين لي كاشكول لي كاشكول تقشرات طاقيات. وزائد عندنا كما ذكرتي انه عندنا تهيئه ديال هذه المؤسسه هذه الحمد لله بدات الاشغال فيها اسبوع هذا. حنا اليوم في كما كنقولوا في اللحظات الاخيره باش ان المؤسسه تكون صالحه باش يكون واحد الفضاء ملائم باش انه هاد التلاميذ يكونوا يقراوا مزيان. باش بالنسبه لنا حنا كداخل هذه الجمعيه عندنا الهدف ديالنا هو انه اصلاح الجيل يكون جيل صالح باش نزيدو قدام ان شاء الله تعالى في هذه البلاد. فالحمد لله عندنا اخر ايفيمون اللي غادي يكون ان شاء الله تعالى غدا هو لنصن هاد الوليدات. عاد زائد هاد القوافل هادي ما كتكونش غير موسميه. فالحمد لله كنحاولوا انه سنويا انه يكون عندنا جوج القوافل ثلاثه اللي كنحاولوا نضموها لهاد المناطق هادو. والحمد لله حنا اليوم كما قلت في الاول حتى انا الرحال اليوم هنايا، وان شاء الله في شهر جوج غادي تكون عندنا محطه اخرى بمنطقه تنجر ان شاء الله تعالى في جماعات متفرده. وكنتمناو انه نكون واحد الصله وصل كما قلت في الاول بين هاد الناس اللي عندهم الانسانيه وتيبغيو انهم يساعدوا الاخوان ديالهم. فالحمد لله الباب ديالنا مفتوح لاي واحد بغى انه يلتحق داخل الجمعيه ولا بغى انه يوصل شي مساعده، الباب ديالنا مفتوح اكيد للجميع. تحيه لكم ومزيد من تألق مشاهدي قناه شوف تيفي كما تابعتوا معنا في هذا يعني هذه القافله اللي كتشمل ملابس اغطيه كذلك طب العيون وكذلك كما كتابعوا معنا اعاده ترميم هذه المؤسسه التعليميه بجداريات وصباغه وكذلك التشجير. اذا مشاهدي قناه شوف تيفي فنلقاكم في مباشر جديد ان شاء الله في موضوع جديد. الى اللقاء.